السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله فيديو جديد هكلمكم فيه عن موضوع مهم جدا جدا، وهو يعتبر جزء اساسي في طريقه الربح من الرسم، وهي الاوردرات اللي اتكلمت عنها في فيديو لوحده او في فيديوهين لوحدهم. اللي ما شافش الفيديوهين دول وعارف ازاي يقدر يربح من الرسم، هسيب لكم لينك الفيديوهين في الديسكريبشن بوكس تحت عشان تشوفوهم. مهمين جدا جدا، اتكلمت فيهم ازاي نقدر نكسب فلوس من الرسم، ما يكونش مجرد هوايه بس بالنسبه لنا. هسيب اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس تحت عشان ترجعوا تشوفوهم. فالنهارده ان شاء الله ناس سالتني كتير جدا منين نقدر نجيب البرواز اللي هنحطه في الاوردر، وناس تانية بتشتكي برضو ان احنا بنجيبه بسعر عالي جدا. يعني مثلا في ناس بتجيبه ب 50 جنيه و60 جنيه، طبعا ده في مصر. مش عارف الموضوع خارج مصر بيبقى بنفس الاسعار، الاسعار الفلكيه اللي عندنا والاستغلال ده، ولا الاسعار بره كويسه. فبرضو لو عندكم استغلال خارج مصر هيبقى الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده برضو ينطبق عليكم. انا شخصيا كنت الاول بجيب البرواز احيانا ب 50 و60 جنيه، انتوا متخيلين يا جماعه؟ وهو اصلا جملته او سعره الاصلي اقل من كده بكتير جدا، وهتعرفوا ده دلوقتي. فبالتالي النهارده هفهمكم النقط دي ان شاء الله، بحيث تطلعوا من الفيديو ده بحاجه او بفكره كويسه جدا ان شاء الله، وتفيدكم في موضوع الشغل بتاعكم. لكن قبل ما نبدا، لو حضرتك اول مره تشوف القناه بتاعتي وده اول فيديو يظهر لك في الاقتراحات، اكتب لي في الكومنتات تحت اللي انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي عشان اعرف ان انت نورتني في القناه. وطبعا جيش الاشعارات برده بتاعنا الجميل ينورنا بالكومنتات بتاعتهم بتاعت كل يوم. وطبعا ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو ده، وتشتركوا في القناه من الزر الاحمر تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا زر الاشعارات عشان تنضموا لفريق الاشعارات الكبير بتاعنا الجميل. انا بنزل درس تعليمي كل يوم، يعني ما بغيبش عليكم خالص. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا اشرح لكم. في البدايه يا شباب، الطريقتين اللي انا اقول لكم عليهم دول او الثلاث طرق هم اللي انا بستخدمهم شخصيا. لو حد عنده فكره تانية يكتب في الكومنتات تحت عشان يفيدني ويفيد باقي الشباب او باقي الفنانين اللي معانا. فاهمين وجهه نظري؟ محدش يبخل بمعلومه يا شباب. هتكلمكم عن اول طريقه ودي المنتشره عندنا في مصر، وهي البراويز الجاهزه. ايه يا شباب البرواز الجاهز ده؟ ده البرواز الجاهز المتوفر عندنا في مصر او المنتشر في مصر، وكل الفنانين او معظم الفنانين بيشتغلوا بيه. هو بيكون البرواز عامل كده، بيكون جاي جاهز. مش عارف الماده المصنعه من هنا ايه بالظبط، هي ماده خفيفه يعني لو عملتها كده بتقطم، يعني جودته مش جامده قوي، لكن هو يعتبر كويس عملي، يعني ينفع في الاوردرات، وده معظم الفنانين بيستخدموه. هل ده شكله بس ده ذهبي بس؟ لا، في منه اشكال كتير جدا، في منه بيكون بني، في منه بيكون اسود، فبالتالي انت بتختار الشكل اللي يناسبك. ده بيكون موجود متوفر اكتر في الاستوديوهات بتاع التصوير، يعني مستلزمات التصوير. موجود منه مقاسات بدايه من 20 في 30 او 20 في 30، 30 في 40، 40 في 50، ثم اكبر وانت طالع. غالبا اللي احنا بنستخدمه في الاوردرات ثلاث مقاسات، اكتر ثلاث مقاسات مستخدمين، 20 في 30 و30 في 40 و40 في 50. دول اكتر ثلاث مقاسات مستخدمين. الطريقه دي يا شباب كانت زمان كويسه جدا، يعني انا شخصيا كنت بستخدمها في الاول ايام ما كان البرواز فيها مثلا ال 30 في 40 كان عامل 15 جنيه، متخيلين؟ ده كنت بجيبه من اشخاص بيبيعوا جمله يعني، فكان سعره 15 جنيه، فبالتالي بالنسبه لشغلنا فده ممتاز جدا. لكن تعالوا نبص دلوقتي بقى، دلوقتي لو انت رحت سالت اي حد هنا هيقول لك سعر البرواز ال 30 في 40 اللي كان ب 15 دلوقتي هيقول لك ب 35 جنيه. انتوا متخيلين فرق السعر؟ مش عارف برضو خارج مصر عندكم الموضوع ده كده ولا ايه؟ اكتبوا لنا برضو تجربتكم تحت، واكتبوا لنا الموضوع عندكم عامل ازاي عشان الناس تستفاد، تمام؟ يعني ده اسعاره عندنا دلوقتي بقت غاليه جدا بالنسبه لشغلنا، فهيأثر علينا. فاهمين وجهه نظري؟ وطبعا ده بجانب استغلال من التجار اصلا، مش من المصدر نفسه. الموزعين المفروض هم بيوزعوا، بياخدوا من التاجر ويوزعوا الاوردرات دي او بيوزعوا البراويز دي، بيغلوا على مزاجهم، فبالتالي مفيش سعر محدد للبراويز دي. اللي عايز يبيع ب 30، اللي عايز يبيع ب 35، اللي عايز يبيع ب 40. يعني لو رحت سالت في بعض الاستوديوهات هتلاقي ده نفس المقاس ده ابو 35 ده، هتلاقي في ناس بتبيعه ب 50 جنيه وب 60 جنيه، انتوا متخيلين؟ فبالتالي مفيش رقابه، مفيش اسعار محدده على الموضوع ده. طيب نعمل ايه بقى؟ لو انت من سكان القاهره، بتكلم طبعا داخل مصر دلوقتي، لو انت من سكان القاهره فانت فرصتك جميله جدا جدا. ليه؟ انا معايا رقم حد، لو انت حابب تاخده مني كلمني هبعته لك. رقم شخص في القاهره بيبيع البراويز دي باسعار جميله جدا، يعني 30 في 40 سعره 18 جنيه، انتوا متخيلين؟ اللي بيبيع ب 35 في المحافظات سعره 18 جنيه. ولو انت خارج القاهره، ودي اول طريقه طبعا عشان نكون متفقين، اول طريقه ان انت تجيب كميه، لو انت بتشتغل اوردرات باستمرار تجيب كميه من الشخص اللي انا بقول لك عليه ده. لو انت محتاج رقمه من داخل مصر ابعته لك، مفيش اي مشكله. تجيب كميه منه، تجيب كرتونه مثلا، كرتونه بيبقى فيها 20 برواز على ما اظن او 25 برواز، جيب كرتونه وخليها عندك. الكرتونه بيكون البرواز واقف معاك على 18 جنيه، يعني كده انت وفرت كتير جدا، من 18 ل 35، فرق كبير جدا. دلوقتي انا كلامي للشباب اللي بيستخدموا اوردرات كتير على طول، دي اول طريقه. يبقى انا اجيب كميه كرتونه
واركنها عندي هتكون بسعر اقل، وده بتكلم فيه عن البراويز الجاهزه اللي هي دي زمان تقريبا كانت بتصنع في الصين، دلوقتي في مصانع اتفتحت عندنا في مصر هنا، يعني كانت مستورده الاول، دلوقتي بقى في مصانع في مصر كتير بيكون في منها كذا شكل يا شباب. يعني انا شفت بعيني اللي موجود عند الراجل اللي بقول لكم عليه ده، لونه اسود زي اللي هوريك دلوقتي، اسود محروق كده كويس، مناسب جدا للرسم. فبالتالي دي اول طريقه، تمام يا شباب؟ اللي محتاج الرقم يكتب لي في الكومنتات تحت ابعته له. نيجي بقى لتاني طريقه، واللي انا شخصيا بستخدمها حاليا وبقالي تقريبا بتاع سنه بستخدمها، ودي ممتازه جدا، والطريقه دي هتنفع بقى اي حد او اي فنان سواء من داخل مصر او من خارج مصر، يعني هتمشي عليكم انتوا الاثنين، وهي البراويز العموله، البراويز اليدويه، خشب. البرواز اللي كلمتكم عنه ده مش خشب، ده كان زي فبر كده او حاجه خفيفه لو عملتها كده بتقطم، انما ده خشب. دي ميزه البرواز ده عن البرواز الثاني، دي اول ميزه. يبقى اول ميزه ان ده خشب، شايفين خشب، جميل جدا. تاني ميزه اللي هو رفيع وسيمبل، وفي منه اكتر من شكل، يعني مش الشكل ده بس، ممكن تختار الشكل المناسب. هقول لكم تعملوا ازاي دلوقتي، ممكن تختار الشكل المناسب، يعني في رفيع اهو ده ارفع حاجه، في اعرض منه بيكون كده، وفي التخين خالص، في اكتر من شكل يعني، تمام. فده من وجهه نظري انسب حاجه لشغلنا احنا كرسامين. طيب ده نجيبه ازاي بقى يا عم كريم؟ ده ما بيعملهوش غير النجار، يعني لازم اللي هيعمله لك يكون شخص نجار. شوف اي حد نجار جنبك جنب البيت بتاعك، وانزل وري له الفيديو ده او وري له الحته دي، قول له انا عايز اعمل زي البرواز ده. البرواز عباره عن عود خشب اهو رفيع جدا، وانصحك تعمل العود ده، ما تعملش اعرض منه لان ده مناسب وهيوفر معاك في السعر. هقول لكم سعره دلوقتي. العود رفيع وبيكون فيه ازاز هنا زي ما انتم شايفين كده، وبيكون فيه هنا لوح ابلكاش ورا اسمه سوليتكس، لوح سوليتكس بيتحط ورا كده في الظهر عشان يسند اللوحه، وبيبقى فيه اربع مسامير، مسمار 2 3 4، بتفتح الاربع مسامير وبتشيل الابلكاش ده، بتحط الورقه وبترجع الابلكاش تاني، وبتدقه باي حاجه، اي شاكوش او اي حاجه صغيره. فبالتالي بقى عندنا برواز جميل جدا. يبقى دي تاني طريقه، ودي الطريقه اللي انا بستخدمها في رسوماتي دلوقتي، ممتازه جدا 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 يا شباب، والبرواز ده بيكون سيمبل وكويس جدا، مناسب جدا للرسومات. سعر البرواز ده كام؟ لان برده في نجارين هيستغلوه، عشان تكون عارف. العود كله يا شباب، العود شايفين العود ده، العود ده اللي هو ده يعني اسمه عود، بيكون عود كامل طويل، طوله حوالي 3 متر و70 سم، متخيلين 3 متر و70 سم؟ طب سعره كام؟ سعره من 8 ل 15 جنيه، من 8 ل 15 جنيه، خدوا بالكم من اللي انا بقوله دلوقتي، من 8 ل 15 جنيه العود 3 متر في 70 سم، 3 متر و70 سم، طيب لو جينا حسبناها هنلاقي ان مثلا ده برواز 20 في 30، 20 في 30، 20 في 30 يعني لو قلنا 20 و20 40، 40 و30 و30 60، يعني 100 سم، 100 سم لو قصيناهم من العود ال 3 متر و70 سم هيبقى لنا 2 متر و70 سم، يعني العود الطويل ده ممكن يعمل لنا كام برواز من ده؟ بالظبط هيعمل لنا 3 براويز وجزء، تمام؟ يعني في جزء هيتبقى هيتعمل لنا مثلا مع البواقي هيعمل لنا 4، فاهمين وجهة نظري؟ فبالتالي 4 براويز عود بس من عود من ب 8 جنيه او ب 15 جنيه حسب المكان انت بتجيب منه. انا بقول لكم الاسعار ليه؟ لان ممكن حضرتك تروح للنجار، لان برضو في نجارين استغلاليين، الاستغلال ده في دمنا، تمام؟ انا حابب اوعيك عشان وانت رايح تفهم تعرف الاسعار، لو لقيت الفرق بسيط في جنيه في 2 جنيه مش مشكله، تمام؟ فبالتالي ده مش هيكلفك كتير. طيب لوح الازاز اللي انت شايفينه ده هتلاقوه ب 2 جنيه 3 جنيه بتبقى بواقي برضو، مش هيتقص لك مخصوص يعني، ده برضو بيجي لوح كامل ما بيكلفش كتير جدا. فبالتالي البرواز كله متوقف عليك بكام؟ لو حسبناها هتلاقيه متوقف حوالي 10 جنيه، انتوا متخيلين؟ ده بالنسبه ل 20 في 30، 30 في 40 هتلاقي متوقف برضه 15 جنيه ولا حاجه، انتوا متخيلين يا شباب؟ فبالتالي احنا كده بالطريقه دي وفرنا كتير جدا جدا جدا. طيب هتروح للنجار تقول له كذا 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 وتشوف اسعاره كام، ولو عملتها يبقى انت كده كسبت برواز 100 100، برواز خشب مش فبر، لو عملته كده ما تكسرش ويستحمل معاك اي صدمات، تمام؟ دي تاني طريقه يا شباب. تالت طريقه بقى، لو انت برضه رحت للنجار ولقيته استغلالي، وده طبعنا طبعا بنحب نستغل بعض، فبالتالي مش باقي لك، مش متبقي لك غير طريقه واحده، ودي اللي انا لسه هعملها لك قدام ان شاء الله، وانك تعمل البرواز بنفسك. طبعا الموضوع ده ممكن يكون صعب شويه بالنسبه للبنات، لكن اي ولد هيقدر يعمله. انا لسه برضو يعني مستني بس وقت فاضي عشان اخش في الموضوع ده واصور لكم فيديو فيه، نعمل مع بعض برواز كامل، نجيب الازاز المقصوص جاهز والظهر، او نجيب الظهر ده ونقصه، اقول لكم تقصوه ازاي برضو، والعود ده ونقصه وندقه في بعضه ونعمل برواز كامل مع بعضنا.
فانتوا ده هيكون في فيديو لوحده ان شاء الله قدام شويه. انا كده شرحت لكم طريقتين، والطريقتين دول انا استخدمتهم عمليا. لما بشرح حاجه بقول لكم ان انا استخدمتها فعليا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، وما حدش يضحك عليه تاني. مش عايزين حد يضحك علينا تاني بقى، خلاص كلنا نبقى فاهمين كده واعيين. واي حد عنده استفسار يكتب لي في الكومنتات تحت، واي حد عنده تجربه سواء من خارج مصر او داخل مصر يكتبها في الكومنتات تحت، يقول لنا بيجيب البرويز ازاي، يمكن في طريقه مختلفه نستفاد كلنا منها، ما حدش يبخل بالمعلومه يا شباب. قول لنا تجربتك تحت. والشباب اللي اول مره يشوفوا الفيديو برده ما تنسوش تكتبوا لنا اللي انت اول مره تدخل القناه هنا عشان نكون عارفين يعني. وحاولوا تنشروا الفيديو ده لاي حد من اصدقائكم بيعمل اوردرات عشان يستفاد يا شباب. ما تنسوش طبعا تدعموني بلايك على الفيديو من تحت، ده اهم حاجه بالنسبه لي. واستنوني في الفيديو بكره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.